بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب في فيديو جديد، وصفة ذهبية للسعادة الزوجية. عايزين نطبق حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم وشوف بعد كده حياتك الزوجية هتبقى عاملة ازاي. هذا الحديث في البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنها خلقت من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه. كتير من الناس بيقولها خلقت من ضلع أعوج، لا، الرواية قالت خلقت من ضلع وأعوج ما في الضلع أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل على عوج. فاستوصوا بالنساء صلى الله عليه وسلم، يعني ما تحاولش تصر على إصلاح عيوب زوجتك. ما قدرتش تصلح عيوبها، اقبلها بعيوبها. ما دام الخير فيها راجح وما دام الميزات ارجح من العيوب، تمسكش في 3-4 عيوب وسايب المزايا الكتير بتاع المرأة. اصرارك ورؤيتك بس للعيوب بيجعلك في شقاء، محاولتك للوصول للمثالية في الحياة الزوجية يجعلك في شقاء اكبر. انما التعايش مع عيوب المرأة هو ده اللي يخليك مستمتع بحياتك الزوجية. زوجتك عصبية، تلاقي كل شوية تقول لها ما تبقيش عصبية، ما تعليش صوتك، مش عارف ايه، هتلاقي دايما في مشاكل في الجزئية دي. انما انت لو تعايشت مع المشكلة دي بناء اللي هي مضغوطة، او بناء اللي هي مش قصدها، او صوتها كده كده هو مرتفع، فهتحاول يعني تفهمها بعض الاخطاء وتحاول تصلحها، لكن ما قدرتش بتقبلها على بعض عيوبها، فهو ده سر سعادة الزوجية. اللي انت مش ما تبقاش عندك تصميم على اللي هيتغير 1-2-3 اللي انت قلت لها عليها. خلاص انا قابل الزوجة كلها على بعضها. والرواية التانية بتفسر الحديث اكتر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان المرأة خلقت من ضلع، فان ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. هقول الرواية تاني: إن المرأة خلقت من ضلع، وإنها لن تستقيم لك على طريقة. ده كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الست مش هتستقيم لك على مزاجك وعلى فكرك، ده شبه مستحيل أو مستحيل، النبي قال كده: لن تستقيم لك على طريقة. فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. الموضوع هيجرنا للطلاق. ليه؟ لأنك مش عاجبك 1-2-3. لكن لو تعايشت مع 1-2-3 بناء على 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 اللي عندها، هتلاقي نفسك عايش مبسوط. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى الإنسان ما يركزش على العيوب، يبص على الميزات ويتعايش مع العيوب، ما يغيرش العيوب. لو قدرت تعمل كده فعلا هتهنأ ان شاء الله بالسعادة الزوجية. ده مش معناه يا اخوانا اللي احنا يعني نسيب المرأة بقى، يعني لا، مدام في خير راجح، ميزاتها اكتر، الخير فيها اكتر، شوية اخطاء مش عارفة تغيرها لوجود اختلاف في الطباع بين الرجل والمرأة، يبقى احنا نقبل ونرضى، وساعتها فعلا هنعيش حياة زوجية مستقرة وسعيدة. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. اشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.